عليكم البنات، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا على خير، ومرحبا بكم مره اخرى في قناه جموله كوزين. اليوم جيت نقدم لكم هذه البايله اللي كتجي جديده وبنينه، كنتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. ودابا البنات غنعطيكم المقادير ديال البايله ديالنا. عندنا بصله ونص اللي شلتنا صغيره، واحد الفلفله صفراء وفلفله حمراء، انا ما عنديش فلفله خضراء، اللي بغى يدير الفلفله خضراء يديرها. عندي جلبان وخيزو اللي سلقتهم شويه ما مليحه باش ما يشدوش ليا الطياب. وعندي كروفات، عندي الكروفات واحد 400 غرام ديال الكروفات. عندي هنا واحد 300 غرام ديال الكالامار اللي تا هو سلقت شويه، لان الكالامار تيكون شويه قاصح، لا بد ما خصكم تسلقوه مع لوغي، وبغى يدير معاه الثومه حتى هي يديرها. انا درت معايا لوغي والملحه، وما كنلوحش الماء ديالو، الماء ديالو غادي هو اللي غادي نسقي به البيضه. وعندي هنايا واحد 200 غرام ديال الصدر ديال الدجاج قطعته صغير، لان عندي اليوم بايله ميكس. عندي جوج مطيشات صغار اللي قطعت صغير، قطعت صغار زبر ومعدنوس، والرز اللي سلقت في الماء مع شويه الملحه، شي 200 غرام ديال الرز. سلقتها غير نص طياب باش يعطيني يطيب ليا الفايله، لان اليوم زربانه شويه. وعندي واحد 5 ديال الرز ديال الثومه اللي حكيت، وورق سيدنا موسى واحد جوج حتى ثلاثه، واحد الضامه ديال المسمار ديال الخضره. هنا في التوابل عندي الملحه، بزار، سكنجبير، الخرقوب، التحميره، الزعفران الحور، هذا بدا كيجي زوين في البايله. مطيشه ديال الحكاك ناخذ لنا واحد المعلقه ولا جوج. هنا عندي زيت عود، زيت روميه، الخل، شويه ديال الحامض حتى هو، عصير الحامض، وطاباسكو الا بغيتو ديروها. وهذا هو المقادير اللي خاصنا لهاد البايله. اليوم درت ميكس ديال البايله، درت فيها الدجاج مع الحوت. ودابا البنات عندنا على بركه الله، غناخذ اول شيء نص كاس ديال زيت العود، تقريبا كاس الا ربع ديال الزيت الروميه، ندير عليهم البصله، من بعد غادي نزيدو الفلفله ديالنا، الفلفله ما نديرو معاها الكالامار، شويه الطياب بقى اننا سكناه نصيبو، لا بدا هو اللي غنسكنو. وهنا غادي ندير الثومه، هاد الثلاث سنين خمس، هاد ديال المسمى، هذه الملحه على حسب الذوق، هذه السنه اللي بقات تقريبا صغيره، وعندي البزار، عندي البزار تقريبا معلقه، سكنجبير واحد المعلقه صغيره ونص. نفس الشيء نبدأ نحط عندي شوية ديال الزعفران، وغادي نحركو هادشي ديالنا باش تدخل هاد التوابل تاعنا نساجم بعضياتها. بعدنا خلينا شوية داكشي الجلس بياتو، غنديرو مطيشة، طريفات، غنديرو واحد معلقة ونص كبيرة ديال المعنوس، وغنزيدو دابا الجلس. ونحركو مزيان
مره مره ندوقو بحال ما ناقص شويه د النحاس ولا بزاف غير غادي نصوب غير كبيره بالحامض لا خالص ومعلقه ديال الخل من بعد غادي ندير واحد حلقه كبيره ديال المطيشه هذه شويه الاخر ديال المطيشه وغادي نحرك الفل وغادي نمرق هاد المرقه ديال بالماء اللي خدينا من الكالامار الماء اللي سلقنا به الكالامار هو اللي غادي نمرق باش يبقى لنا ديك الريحه ديال الحوت ودابا البنات بعد ما صافينا كروفيت غادي نزيدو الروز لان مازال غنطيبوها غندخلوها للفرن يعني هذه هي البايله ديالنا درناها في المول وغندخلها دابا واحد 10 دقائق الفران غنشعل عليها من تحت درجه 190 وغنخليها 10 دقائق غير بيد ما كتشرب شويه وغادي نرجع معكم عطاني هذا المول هذا وعطاني واحد اخر صغير هذا غنخليه لراجل بنتي حتى من بعد حيت ما يتغطاش معاه وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال البايله ديالنا بعد ما طابت لينا واحد 10 دقائق في الفران خرجتها درت ليها الحامض اللي قطعت رقيق ودرت فيه شويه المعدنوس ولويته على هذا الشكل وزينتها بشويه الفلفله حمراء وواحد ثلاثه ديال الوريدات ديال مطيشه اللي بقيت مطيشه قطعتهم وخليتهم معاه حتى الاخير وزينت بهم وداك الكروفيت اللي قلت لكم شويه الكروفيت خليته حتى هو صوطيته واحد شويه مع المليح والبزار مع شويه الزيت يعود وحطيته في الاخير مع هكا وهذا الشيء حيت هذا الشيء اللي عندي هذه الساعه كاين اللي كيزيد ليه مول والبالو سا ديبون كل واحد شنو انا درتها غير بالكروفيت والكالامار والدجاج وكنتمنى تعجبكم وهي في حقيقه لا ريحتها زوينه بنينه ودقت الصوص ديالها كتجي بنينه ولذيذه وبالصحه والراحه ولا عجبتكم ما تنساوناش في اللايكات والى اللقاء في المره الاخرى ان شاء الله Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor.